رجل أعمال من طراز خاص جداً ساهم في تأسيس العمران والإنسان، وبين المال والأعمال الخيرية خلق خلف الحبتور سجلاً حافلاً بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ورغم بداياته المتواضعة إلا أنه كان واحداً من الذين وضعوا اسم الإمارات على خريطة الاستثمار العربية والعالمية. أول شيء أنا أعتقد هذا الإيمان بالنفس بالأول، والصدق والمواظبة على العمل. يجب أن نحن نمشي على دستور اللي هو دستور الله سبحانه وتعالى، أن نعمل بالنهار، نصحى بكير، نشتغل، ننام في المساء، مش العكس تماما. لهذا السبب أن نقدر ننتج. بدايات خلف الحبتور المتواضعة لم تمنعه من الطموح، واستشرف مبكراً أهمية التعليم في تأسيس جيل قادر على تحويل طموحاتهم إلى واقع مبهر، فاستثمر في التعليم وقدم دعمه المالي بسخاء للمحتاجين من خلال دعمه لمؤسسات خيرية وعلمية. المساعدات ما تقف على موضوع دين، على احتياجات. هذه أنا مبدأي. عملت عدة دعم مالي لكثير من الجامعات. هذا الشيء اللي أنا دائما أؤمن به وافتخر به، عن موضوع أنه يجب أن نعطي فرصة لأبنائنا وندعمهم، لأبناء هذه الدولة الكريمة، أن يتعلمون وأن يسافرون، ومستعدين ندعمهم هذا دائما بإذن الله تعالى. خلف الحبتور الذي حمله القدر مسؤوليات كبيرة تجاه وطنه لم تكن كلها في مجال الأعمال، فشجون السياسة والفكر والدين مواضيع رئيسة يكتب عنها في منابر الصحافة ويبحثها مع شخصيات نافذة تتردد على مجلسه، خاصة خلال شهر الخير والرحمة. نحن دولة الإمارات دولة الحقيقة قدمت كثير لأهلها، بس هذا لا يكفي، نطلب الكثير والكثير، والأقربون أولى من المعروف. نريد نحن دولة الإمارات أن تهتم بجميع المواطنين والمقيمين في هذه الدولة، وخاصة المواطنين في عدة مناطق في حاجة ماسة إلى الدعم الحكومي، ويجب أن الانتباه لهم. انظر دائما إلى الأمام هي مقولة يرددها دائما رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ليشعر أن ما زال أمامه الكثير من الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.